المراكز. سجل توقيت زمني 9 دقائق 54 ثانية. تهانينا والناموس. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل الحب. انطلاق وتواصل آخر في هذا المساء يجمعنا بكل الأحبة عشاق الرياضة عشاق التراث في ختام سباق هذا المساء الذي حظينا بمتابعة 14 شوطا خاصة بذلل المحليات والمهجنات الأصائل والزمول كذلك من هذه الأنواع ذلل وزمول هجن أصحاب السمو والشيوخ التي شاركتنا هذا المساء في انطلاق الختام وختام هذه الأمسية الرائعة مساء يوم العمالقة الذي جمعنا منذ الصباح حتى هذه الانطلاقات. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المتابعين أيضا خلف شاشة دبي ريسنج الذي تنقل كل الأحداث الرياضية المهمة في ميادين السباقات. نقترب إذن من المركز الأول حبلنا الكريم لنعطيكم الوصف التفصيلي من البداية. إذن في مقدمة الشوط الحبل الكريم في هذه اللحظات مهند لأبناء سمو الأمير محمد بن سعود الكبير المضمر سلمان بن صالح العتيبي يقترب من المركز الأول. المركز الثاني مشتاق لسمو الشيخ عيسى بن عبد العزيز النعيمي ضمر محمد بن حمد الاجتبي يأتينا في المركز الثاني في هذه اللحظات. والنقلة المركز الثالث نصل إلى الهبيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في التضمير يأخذ المركز الثالث. نقله وتواصل على المركز الرابع في هذه الأثناء. هناك يتواجد الواعي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري يأخذ المركز الرابع. أما المركز الخامس حبلنا الكريم يتواجد فيه شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر والمتابع مطار بن محمد بن رفيعة. المركز السادس نصل إلى النشمي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يتواجد في المركز السادس في هذا اللقاء يضم علي بن راشد بن حمد بن غدير. المركز السابع هناك السريع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سعيد بن محمد بن حزيم على هذا الموقع وهذا التنافس. ننتقل مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى المركز الثامن وهنا نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم يأتي في المركز الثامن المضمر مع أبو الخميس الغويص. المركز التاسع نشاهد المركز التاسع وهنا يأتي شاهين لسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن المعلى وعلي بن سعيد الخاطري في التضمير. والمركز العاشر هنا مليح لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد النعيمي وسرور بن محمد المطروشي في لقاء التنافس وفي منافسات هذا المساء. نعود إذن بالمتابعة حبلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات نعود بالمتابعة والمتابعة أكيد ستكون بالتشويق والإثارة والمنافسة الجميلة. عودة إلى الصدارة والذي انطلق إلى المركز الأول مشتاق لك مشتاق يا المركز الأول هناك أنت أمنية كل المضمرين. مشتاق لسمو الشيخ عيسى بن عبد العزيز النعيمي المضمر محمد بن حمد الاجتبي الذي انطلق على المركز الأول وسيطر على مجرياته وحماس الشوط وناموسة. بينما المركز الثاني مهند في المركز الثاني لأبناء سمو الأمير محمد بن سعود الكبير والتضمير لسلمان صالح بن سلمان العتيبي يتواجد في التضمير على المركز الثاني. نقله إلى المركز الثالث. المركز الثالث ينتقل فيه الواعي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم
التضمير والمتابعة لمسري بن سالم بالعرضي الحميري، والمركز الرابع في هذه اللحظات ينتقل الهبيب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري المضمر والمراقب لانطلاقته إذن على المركز الرابع. أما المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، من يأتي في المركز الخامس السريع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هو في سرعة البرق، وسعيد بن محمد بن حزيم في التضمير يأتي في المركز الخامس. المركز السادس هناك النقلة لنشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، يضمر نشوان يمع بالخميس الغويص. والمركز السابع نتابع المركز السابع، وهنا هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يضمره في المركز السابع. ثامن المراكز والانطلاقة والتواجد لثامن المراكز المختبر يأتي في المركز الثامن لأجل الرياسة المضمر صالح بن سعيد بالعري، صالح بن سعيد بالعري البري يأتي في المركز الثامن في هذه اللحظة. والمركز التاسع هنا ينتقل يتسلل الذيب لسمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن المعلى علي بن سعيد الخاطري في تضميره، والمركز العاشر نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم ومطر بن محمد بن رفيعة في التضمير. 10 من المراكز الأولى المتقدمة، 10 من البداية، وتحدي هذا المساء تحدي هذه الشعارات والختام. خارج التغطية هناك أسماء يقولون الخبراء بأن الشوط سيكون حامي، حامي هذا الشوط، ولكن ننتظر المزيد من التحدي، المزيد من المنافسة. شوط الختام، شوط يحمل جو الحماس، شوط يحمل جو الاشتياق، ولكن مشتاق لا زال هو من يسيطر، مشتاق في المركز الاول، مشتاق لك مشتاق يا المركز الاول، ويلا يا سمو يا الاجتبي محمد بن حمد الاجتبي الذي يقدم مشتاق لسمو الشيخ عيسى بن عبد العزيز النعيمي على صدارة الشوط على المركز الاول. المركز الثاني مهند لا زال يواصل لابناء سمو الامير محمد بن سعود الكبير في المركز الثاني، صالح بن سلمان العتيبي والمركز الثالث. هناك السريع بدا يتحرك، السريع بدا يشكل خطورة، السريع لكن من الجانب الاخر اسرع عن السريع ياتي في المركز الرابع في هذه اللحظات. هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمره احمد بن سلطان بن رشيد السويدي السريع في المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وابن حزيم في التضمير. المركز الخامس الواعي لا زال يغرد على هذا الموقع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، سري بن سالم بالعرض الحميري يضمره، والمركز السادس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويمع بالخميس الغويص رغم الإعاقة، ولكن أكيد في هذا المنافسة، أكيد في منافسة الشوط. المركز السادس لسمو الشيخ حمدان لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان في المركز السابع يضمره أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. المركز الثامن يصل من خلال هذه اللحظات العابر، يعبر العابر الحدود لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهذا الاسم من احد الاسماء اللي قلنا لكم بانه متواجد في الشوط، وخليفه بن سلطان بن رشيد هل يسجل النقطه الثالثه في هذا المساء؟ الهاتريك الهاتريك يا بن رشيد، لكن نشوف بدا الزحف، بدا الزحف مع الكبار، الزحف مع الكبار، التنافس في المشوار، التنافس في الميدان، في المضمار، الكيلو الاخير، كيلو الانتصار، ولكن هناك الذي يقدم نفسه في قوة الشوط، مشتاق اسمه الشيخ عيسى بن عبد العزيز النعيمي، ولكن المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني مهند لسمو الأمير محمد بن سعود الكبير يأتينا على المركز الثاني، وصالح بن سلمان العتيبي، لكن العابر عبر العابر وانتزع الصدارة، خذ المركز الأول عبر الحدود العابر، أرى العابر في المركز الأول يعبر المراكز مركزا تلو الآخر، لكن هناك هملول، هناك الذيب، المنافسة قوية لكن العابر مسيطر، هملول يحاول، والله الله الله، ينطلق هملول، ينطلق هملول في المركز الأول اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الثاني هناك مهند، ينطلق مهند لأبناء سمو الأمير محمد بن سعود الكبير، انتزع المركز الأول، وصالح بن سلمان العتيبي ينطلق. إذا مشاهدينا الكرام حتى المركز الأول، يلا يلا يا صالح، كم أنت صالح يا صالح، انتزع المركز الأول في هذا الشوط المركز الأول، لكن هملول
الاعذاري الى ملول ملول العابر العابر وهملول اللحظات الاخيره بين هملول والعابر وهملول هملول 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 عبر المهند عبر المهند هملول 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 اذا سيطر على المركز الاول. ثانينا لابو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز هملول بالمركز الاول في ختام سباق هذا المساء. ثانينا لاحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني لابناء سمو الامير محمد بن سعود الكبير. المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن حمدان مراد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ عبد الرحمن بن محمد المعلل. المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن محمد مراد المكتوم. ولكن مشاهدينا الكرام نعود مشاهدينا الاعزاء اللحظات الاخيره سنتابع من هو صاحب المركز الاول. كانت اللحظه الاخيره حاسمه في تحديات هذا الشوط. اللحظات الاخيره بين هملول ومهند. اللحظه الاخيره هل هو هملول ام هو مهند؟ هملول مهند ولكن بالفعل اللحظه الاخيره كانت تحكم لصالح مهند. تهانينا والناموس لسمو الامير ابناء سمو الامير محمد بن سعود الكبير والى المضمر سلمان بن صالح العتيبي على هذا الفوز في 9 دقائق 53 ثانيه 9 اجزاء من الثانيه. والمركز الثاني هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ويضم احمد وصاب بن رشيد نفس التوقيت او 9 دقائق 54 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال. اما المركز الثالث مشاهدي الاعزاء كان العابر لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد بن سعيد المكتوم قطع المسافه في توقيت زمني مقدار 9 دقائق 54 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. كان هذا توقيته. وثانينا خليفه بن سلطان بن رشيد.